السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في CCNS Mr. 1 Chapter 5. الطبيعي طبعا لو حضراتكم فاكرين، أفكر حضراتكم إحنا كنا في الشابتر اللي فات كنا بنتكلم على الريفرنس موديل والاسم الـ OSI والـ TCP/IP موديل، وقلنا إن الاتنين موديلز دول ما بنفكرش فيهم ولا نتخيلهم إلا إذا في حالة لما نتخيل how the data is transferred from one node to another node أو from one host to another host. فبيمر الداتا دي بمجموعة من اللايرز، في حالة السند الداتا بتمشي من فوق لتحت، وفي حالة الريسيف بنتم استقبالها من تحت لفوق. اتكلمنا على اتنين لايرز لغاية دلوقتي، ألا وهم الفيزيكال لينك لاير، وقلنا اللاير دي مسؤولة عن مين، كل ما هو له علاقة بالكوميونيكيشن، عشان كده درسنا فيها أنواع الكوميونيكيشن تايبس، الوايرد والوايرلس والفايبر اوبتكس والكابر كيبلز بشكل عام، وكمان درسنا ازاي ان انا ابريزنت الداتا بتاعتي او الستريم اوف بيتس في صورة سيجنال، السيجنال دي اقدر انقلها في اي ميديا من دول. طيب واتكلمنا كمان على الداتا لينك لير، وجايز تكون الناس فكرت خلاص كده احنا خلصنا كلام عنها، قلنا ان الداتا لينك لاير دي هي اللي فيها هاردوير تاني اللي هو مين ال ان اي سي والسويتش، واهم فوكس عندي في اللاير ديت او في الهيدر اللي بتكونه انها تحط السورس ماك ادرس والديستنيشن ماك ادرس، وقلنا ان ده له اسم تاني اللي هو الفيزيكال ادرس، وقلنا ده ان هو رقم يونيك تمام، وبيكون ما يعرف باسم الفريم. الفريم ده اللي هو ريدي ان هو في حاله السند ابعته للاذر سايت، او في حاله ان انا بستقبله بعمل له ريسيفنج، وبعمل اطبق على الجزء اللي هو سايكليك ريدندنسي تشيك، هو ده اللي بتشيك على عدد البيتس عشان اتاكد ان الفريم ده اتنقل بصوره سليمه او في ايرور، فاعمل له دروب واريسند للفريم اجيب. الحقيقه نبص، فالطبيعي ان شابتر 5 يقول النتورك لير، لكن بص شابتر 5 التايتل بتاعه ايه؟ التايتل بتاعه ايثرنت. كلمه ايثرنت عشان نبقى متفقين معاها في علم النتورك لها كذا معنى. ايثرنت ممكن تبقى اسم بروتوكول، ايثرنت معناها ان انا بتكلم على لان، ايثرنت معناها تكنولوجي تمام. تاني، ايثرنت معناها ان انا بتكلم على بروتوكول، ايثرنت معناها ان انا بتكلم على لان، لان دي يعني حبه بي سيهات وفي سويتش طبعا لان طبعا اكتر من بي سي ومتوصلين ببعض، او ان انا بتكلم على التكنولوجي بتاع التوصيل او ترانسفيرنج الداتا ثرو الايثرنت. هنشوف ومش هحرق لحضراتكم الايثرنت دي ايه المقصود بيها من دول. طبعا احنا بنعرف مقصود بيها كل كلمه من الثلاثه دول ازاي على حسب المعنى او الكلام اللي جاي فيه. طيب ده معناه ايه برضو؟ انت ما جاوبتناش على السؤال، احنا فين يعني الشابتر ده تصنيفه ايه؟ ده كماله للداتا لينك لير تمام. اول ما نخلصه ان شاء الله هنبقى وي ار ريدي ان احنا نروح للاير اللي بعدها اللي هي مين؟ النتورك لاير. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده ان في بعض اللايرز بتاخد وان شابتر، في بعض اللايرز بتتشرح في نص شابتر، في بعض اللايرز بتاخد مو زان شابتر زي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي مين؟ الداتا لينك لاير، والنتورك لاير برضه هتاخد اكتر من شابتر. طيب برضه افكر حضراتكم بان كل ما نيجي ندرس اي لاير من دول بنعرف هي بتاخد ايه من اللي فوقيها وبتدي ايه اللي تحتيها. فكرة الفلوت شارت بتاع البروجرامنج بالظبط، ايه علاقة اللاير دي باللي قبلها واللي ايه واللي بعدها. فاحنا في الداتا لينك لاير اللي تحت اللاير دي هو الفيزيكال لينك لاير، يعني المفروض الداتا لينك لاير بتجهز معاه باسم الفريم وتدي لي اللي تحتها اللي هو منين؟ الفيزيكال لينك لاير اللي بيحوله بعد كده الستريم اوف وانز وزيروز وبينقله في الميديا المختلفة بقى سواء وايرد او وايرلس او ايه او فايبر. اوكي طيب وبتاخد ايه من اللي فوقيها؟ باكت. ايه الباكت ده؟ اللي هو في النتورك لير هدفها انها بتكون الفيديو اللي احنا اتفقنا مع بعض اللي اسمه بروتوكول داتا يونت. الباكت ده اللي هو عباره عن الداتا وبتحط في الهيدر بتاعها سورس اي بي ادرس وديستنيشن اي بي ادرس، واتفقنا مع بعض ان السويتش ما بيفهمش الا ماكات ماك ادرس، اما الراوتر ما بيفهمش الا ايه؟ اي بي هات. طيب ده اكتيفيتي اهو بيفكر حضرتك ويقول لك احنا لسه ما خدناش الا الاثنين دول اللي هو الفيزيكال لينك لير، واحنا دلوقتي فين؟ فوكس بتاعنا في الداتا لينك لير. طيب
و802 دوت 2 و802 دوت 3، هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. دول كده المقصود بيهم الايثرنت اللي هو عنوان مين؟ الشابتر. طيب ايثرنت ايه بقى بالظبط؟ اولا 802 دوت 2 او 802 دوت 3 المفروض بيسبقهم، ما ينفعش اقول كده على طول، كلمة اي تريبل اي، يعني دول ايه؟ اسماء بروتوكولات، اي تريبل اي 802 دوت 2 واي تريبل اي 802 دوت 3. طيب دي اول معلومة. المعلومة اهو فين الكلام ده مكتوب؟ اهو يا شباب اي تريبل اي 800. طيب ايه دول بقى؟ ليه 802 دوت 2 ودول 802 دوت 3؟ عاوز اقول لك ان هذه البروتوكولات بتسمح بديفرنت باندويتس، تمام؟ ايه الديفرنت باندويتس؟ ابتداء من المينيمم ترانسفير سبيد اللي هو 10 ميجا بت بير سكند، ثم 100 ميجا بت بير سكند، ثم 1000 ميجا بت بير سكند اللي هي 1 جيجا بت بير سكند، و10000 ميجا بت بير سكند اللي هي 10 جي بي بير سكند، و40000 ميجا بت بير سكند اند سو اون، لحد ما واصلين ل 100000 ميجا بت بير سكند اللي هي 1 جي بي بت بير سكند، تمام؟ ايه تاني عايز يقوله لي؟ عاوز يقول لك او يفكرك ان الداتا لينك لير بتتقسم لاثنين سب لير، ال ال سي ودي سب لير الاولى وماك سب لير الثانيه. افكر حضراتكم ال ال سي ستاندز فور لوجيكال لينك كنترول، لوجيكال لينك كنترول، والماك اختصار لايه او ستاندز فور ايه؟ ميديا اكسس كنترول، تمام؟ ايه الفرق ما بين التو سب لايرز دول؟ اللاير اللي فوق ديت قريبه اكتر، هي في التوب قريبه اكتر بين بالنتورك لاير، فريليشن ما بين النتورك لاير ويها وما بينها كوميونيكيشن عالي. الماك ادرس دي اللور سب لاير في الداتا لينك لاير، فبتبقى الكوميونيكيشن ما بينها وما بين الفيزيكال لاير مين؟ اعلى. طيب مش فاهمين حاجه، الرسمه الجايه هتوضح لنا اكتر. ادي قلت لك كل احنا دلوقتي يا شباب الفوكس بتاعنا فين؟ في اللاير اللي في النص اللي هي الداتا لينك لاير، ويها النتورك لاير، وتحتها مين؟ فيزيكال لينك لاير. بنفهم كويس قوي بناخد ايه من اللي فوق او ازاي بنتعامل مع اللاير اللي قبلنا وبنعمل ايه للاير اللي تحتنا. فشايف ادي الداتا لينك لاير بتتقسم للتو سب لاير دول ال ال سي والماكس سب لاير. ال ال سي زي ما قلت لحضرتك بتتعامل اكتر مع مين؟ مع النتورك لاير، عظيم. والماكس سب لاير ريليتد اكتر مين؟ بالفيزيكال لينك لاير. تفاصيلهم جاي هنا، شوف هنا شايف كلمه ايثرنت، كل ده جاي من مين؟ ايثرنت دي كتكنولوجي وكبروتوكول مفروده على مين؟ على الداتا لينك لاير والفيزيكال لينك لاير. اللي ما فهمش ده يعني ايه، هنا كاتب لك ايه؟ الفاميلي عيله بتاع الاي تريبل اي 802 دوت 2 معاه اي تحتها، سوري، اي تريبل اي 802 دوت 3 ده البروتوكول مسؤول عن ترانسفيرنج الداتا ثرو الايثرنت، اي تريبل اي 802 دوت 3 يو فاست ايثرنت، اي تريبل اي 802 دوت 30 زد اللي هو جيجا ايثرنت. ايه ده كله؟ طبعا هتلاقي دي سرعات مختلفة وبروتوكولات مختلفة متفرعة من الفاميلي اللي فوق ديت، خلاص، وهي المسؤولة عن نقل مين؟ الداتا. طيب يجي سؤال، هي اللايرز دي ليه؟ اللايرز دول اللي هما الفيرتيكال دول موجودين جزء منهم في الداتا لينك لاير وجزء في الفيزيكال لينك لاير، مش موجودين ليه في لاير واحدة فيهم ونخلص؟ طبعا ده له مغزى وله حكمة. هنا في الشرح بيديك مثال ظريف قوي عشان الناس تبقى فاهمه القصه دي، بيقول لك اما تيجي تركب اي تنستول اي هاردوير جديد عندك، اي هاردوير في البي سي او اللابتوب بتاعك، مثلا جبت برينتر جديده، جبت سكانر جديد، اول ما بتوصله كهاردوير فيزيكال كونكشن بيشتغل ولا بيبقى معاه درايفر انستوليشن بس السوفت وير اللي هو ايه بينستول الكلام ده؟ هي دي الفكره بمنتهى البساطه. ازاي الكلام ده بيشتغل؟ اي تكنولوجي عشان تشتغل بتتقسم لهاردوير وسوفت وير. الهاردوير اللي هو الجزء اللي تحت لازم ابقى فاهمه كفيزيكال لينك لاير، والسوفت وير اللي هيقول لي ازاي مانج ده او ريبريزنت الداتا او اعمل لها عمليه سيجنالينج موجود فين؟ في الداتا لينك لاير. فالداتا لينك لاير كان فيها السوفت وير اللي عارف او فاهم البروتوكولات دي، وتحت هو مين؟ جزء الهاردوير اللي بيتعامل معاه. انت اخترت من فوق مثلا انك هتبعت الداتا وايرلس، يبقى استخدم اي تيبل اي 802 دوت 15 وايرد، اي تيبل اي 802 دوت 3 مش عارف بلوتوث لو فاكرين من المحاضره، الاي تيبل اي 802 دوت كام دوت بلوتوث 15، سوري بلوتوث 15 والوايرلس دوت 11، تمام. طيب طبعا هنا بيعمل لك اكسبانشن اكتر للسب لايرز وبيحط لك فرايتي من البروتوكولات زي ما حضراتكم شايفين، تمام.
وبيفوكس على ان الداتا لينك لير متقسمه للوجيكال لينك كنترول وميديا اكسس ايه كنترول، وبينفوكس اكتر على ايه الفانكشن بتاع مين، الداتا انكابسوليشن والمين الميديا اكسس كنترول. فالداتا انكابسوليشن كابسوليت زي ما قلت لحضراتكم جاي من الفيرب اللي هو يضع في كبسوله او يحط، زي اللي هو الباودر في الانتي بايوتيك بتحطه في الكبسوله عشان يحفظوه، عشان ساعات بقى طعمه مر فالناس مش هتعرف تاخد الباودر ده فبيحطه في كبسوله، الكبسوله دي ما تنزل المعده تبقى ايه بتدوب وبيبتدي يحصل تفاعل مع الانجريدينت اللي موجوده في الكبسوله دي. عمليه الانكابسوليشن عندنا المقصود بيها في علم النتورك ايه، ايه هي الداتا اما بتنتقل من لير لير بحط لها فيلدز معينه او هيدرز معينه، زي في قلب مثلا نتورك لير زي ما هنشوف ان شاء الله في الشابتر الجاي بحط اي بي هات، سورس اي بي وديستنيشن اي بي، زي ما اللير اللي احنا فيها الداتا لينك لير في بحط للداتا اللي جالي من فوق او الباكت اللي جالي من فوق الديستنيشن ماك ادرس والسورس ماك ادرس. تمام. الداتا انكابسوليشن بيحصل فيها فريم ديليماتنج اللي هو بحط باترن اللي هو عباره عن محايد وصفار، ده بيمثل لي نهايه الفريم. ما هو انا لما بعت لي سيكونس اوف واحد وزيروز اعرف منين بدايته ومن ايه نهايته. ادرسنج المقصود بالادرسنج ده اللي هو سورس ماك ادرس وديستنيشن ماك ادرس اللي احنا قلناه او سميناه قبل كده اللي هو مين فيزيكال ادرس. وايرور ديتكشن وسيله ان انا ديتكت بيها يا ترى الفريم ده اتبعت صح ولا لا، او هو لو انا استقبلته، ما احنا بنلعب از سورس وديستنيشن ده مين الداتا لينك لير، لو انا بستقبل فريم اقدر احكم عليه هو اتنقل صح ولا غلط ولا في ايرورز ازاي. طيب والميديا اكسس كنترول، ميديا اكسس كنترول ميديا المقصود بيها فعلا من نتورك الكيبلز بقى منها وايرد وايرلس فايبر اند سو اون، اكسس قلنا ريد او رايت اللي هو بمعنى اصح عايز احط فريم على الميديا دي او اشيل الفريم من الميديا دي، كنترول ازاي اتحكم في العمليه دي. فايه المين فانكشن بتاع هذه الفيتشر اللي هي ميديا اكسس كنترول، بتكنترول اوف ذا فريم بليسمنت اون اند اوف ذا ميديا، هي المسؤوله الجزء ده اللي هي السب لاير اللي تحت دي عن وضع الفريم او شيل الفريم من مين، من الميديا بتاعي، وات ايفر بقى الميديا دي بتاعي كان كبر كان فايبر كان اي حاجه، كان مسؤول عن ميديا ريكفري لو في ايرور او في مشكله ازاي تريكفر من الموضوع ده او تعالج هذا الموضوع. تمام. طبعا ايه الرسمه دي، هي اللي هم التو سب لايرز وهنا اللي هو شرح كل واحده من دول الفانكشنز بتاعتها، وزي ما قلت لك دي التكنولوجيز المختلفه والبروتوكولات المختلفه بالسرعات المختلفه. طيب ايثرنت ايفوليوشن التطور بتاع الايثرنت بيقول لك طبعا هنا ايه، ان الايثرنت الكريشن بتاعها 1973 مع حرب اكتوبر يا جماعه. طيب الايفوليوشن بتاعها اتطور في ايه، ايه التطور في الايثرنت اللي هو الباند ويدث السرعه بتاعتها، اتطورت من المينيمم او اللي هو السلو تعتبر اقل سرعه 10 ميجا بت بير سكند لحد ما وصلنا لكام 10 جيجا بت بير سكند. ازاي الكلام ده، الانيميشن ده بيوضح لي اهو لاول حاجه في سنه 1973 اول ما عرفنا يعني ايه كلمه ايثرنت. مين اللي اخترع الكلام ده، دكتور روبرت ميتكلف ده في زيروكس كوربوريشن. في بعد كده ما تروح او تعمل سكولينج على سنة 80 حصل ايه تعاون ما بين مين ومين، ما بين شركتين ديجيتال اكوبمنت انتل وزيروكس، خلاص الاتنين دول ما حصل تعاون ما بينهم، قدروا ان هم ينقلوا في السبيد في كابل اللي هو كام 10 ميجا بت بير سكند، وكان نوعه ايه كواكسيال كابل، اول كابل اللي هو كابل الدشات يا جماعة. بعد كده تعمل سكولينج وهكذا سنة 83 الاي تريبل اي 802 دوت 3 تنزل الستاندرد بتاعها وقدرت تعمل ايه سميته 10 بيس 5، و10 قلنا ديت اللي هي المين الترانسفير سبيد، وال5 ده اللي هو السكنس بتاع مين الكواكسيال كابل 10 ميجا بت بير سكند ايثرنت اوفر سكنس كواكسيال كابل. طيب بعد كده سنه كام 85 اي تريبل اي 802 دوت 3 اي 10 بيس 2، فبدل ما هو الكابل الكواكسيال كان تخين بقى رفيع قدرت نفس السرعه والسرعه ثابته، خدوا بالكم من القصه دي 10 ميجا بت بير سكند ايثرنت اوفر سين كوكسيال كابل، اتطورت شويه عند كام التسعينات. تمام. وبقت الدنيا ايه عند اي تيبل اي 802 دوت 3 اي 10 بي اس تي ب 10 ميجا بت بير سكند وهكذا. لو حضرتك قعدت تمشي 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 لحد الاخر، طبعا مش مطلوب منك انك تحفظ الكلام ده قد ما مطلوب منك انك تفهم الايفوليوشن او التطور بتاع الكلام ده لحد ما وصلنا في 2016 ل 2.5 جيجا بت
اند 5 جيجا بت ايثرنت اوفر تويستد بير. طبعا دي بالنسبه لتويستد بير سرعه كبيره جدا وحاجه انجاز، ما بقولش فايبر، تمام. فده الايفوليوشن بتاع مين؟ بتاع الايثرنت. كلمه ايثرنت اللي احنا كنا قلناها من شويه بتيجي بكذا معنى، بمعنى لان، بمعنى بروتوكول، بمعنى الفريم الايثرنت. فاول فيرجن زر عندي لتكوين الفريم في الداتا لينك لاير اللي احنا لسه فيها حاجه اسمها ايه؟ ايثرنت 2، كان اسمه كده فريم ستراكشر والفيلد سايز. ده الاستراكشر بتاع مين؟ الايثرنت يا جماعه. كاتب لك عدد السايز كام بايت لكل فيلد، فيلد هنا كام بايت بيحجزه، والداتا نفسها، وده الجزء اللي يهمني اللي هو جاي لي من اللايرز اللي فوق، المينيمم 46 بايت والماكسيمم كام؟ 1500، ما يزيدش عن كده. طبعا هتجمع حضرتك مين على الداتا دي عشان يبقى الفريم كامل اللي هو الايثرنت؟ البايتس اللي قبل والبايتس اللي بعد، واضحه؟ طب ايه هو دول؟ اول حاجه بريمابل. بريمابل دي يعني بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي نبعت فريم، الستارت اوف ذا فريم، باترن معين، سيكونس معين من الوحيد والاصفار، ده معناه ان في فريم ايه؟ هيتباع. طيب بعد كده في ايه؟ 6 بايت تانيين بيمثل لي الديستنيشن ادرس، في 6 بايت تانيين بيمثل لي مين؟ السورس ادرس. طبعا الديستنيشن ادرس والسورس ادرس دول اللي هو مين؟ الماك ادرس. بعد كده التايب ده اللي هو البروتوكول تايب، جاي لي بقى من اللاير اللي فوق اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6، ودي الداتا بتاعتي بتفضل زي ما هي، قلنا المينيمم 46 بايت والماكسيمم 1500، والاف سي اس اللي هو الفريم تشيك سيكونس، وده 4 بايت. طبعا هو هنا بقى بيبتدي بقى يشرح لك كل فيلد من دول هو عباره عن ايه وبيتكون من كام بايت وهو ايه الفانكشن بتاعته. فاول حاجه ده البريمابل، وده اللي قلنا 7 بايت، وده الستارت بتاع الفريم ديليمتنج، ده اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه انا هبعت ايه فريم. ماك ادرس وده عباره عن 6 بايت، وهنشرح تفصيل ماك ادرس ده، كل اللي تفهمه دلوقتي عنه ان هو فيزيكال ادرس بتاع الديستنيشن اللي هو الجهاز اللي هبعت له اللي هو، والسورس ماك ادرس بتاع اللي هو الفيزيكال ادرس بتاع الجهاز اللي انا هبعت منه اللي هو مين؟ السندر والريسيفر. والايثرنت تايب ده برضه باترن بيتكتب في 2 بايت، طبعا هيكسا ديسمال زي 0x800، ده اللي هو جاي للاي بي ادرسنج اللي بيستخدمه اي بي فيرجن 4، و0x86 دي معناها الباترن ده ان ده اي بي فيرجن 6، و 0x806 ده معناه ان انا ببعت ارب بروتوكول، وهنفهم اللي هو ادرس سوليوشن بروتوكول ايه الفرق ما بين الحاجات دي. وده جزء الداتا اللي هو المينيموم كام؟ 46 بايت، والماكسيموم كام؟ 1500، والاف سي اس وده جاي لي من فوق من اللاير اللي فوقيها، اما الاف سي اس ده الفريم تشيك سيكونس، وده اللي بستخدمه ان انا ديتكت الايرورز. مش احنا قلنا في الداتا لينك لاير ان انا هدفي ان انا اديكت اي ايرز في الفريم اتاكد ازاي انها اتبعتت صح او غلط، فبطبق عليها الجزء اسمه سي ار سي اللي هو ايه او سايكليك ريدندنسي تشيك، هو ده اللي بيتشيك على عدد الوانز او عدد الزيوز ويشوف ان هو لو اود او ايفن، ولو تمام يبقى الفريم ده اتبعت صح، لو في اي ايرور يعمل دروب ات ويقول له ايه ريسند اجين. طيب المعلومه اللي حضرتك تعرفها ودي بيجي عليها اسئله في سيسكو اهي، اني فريم اقل من 64 بايت لينس فريم. يعني ايه فريم؟ يعني مجموع البايتس دي كلها، مش جزء بس مين، ها مش جزء الداتا. شوف الداتا بيقول لك كام، ها من 46 لحد كام؟ 1500. لكن هنا قال لك ايه؟ اي فريم يجي لي اقل من 64. طبعا 64 اكبر من مين؟ ها شباب من 46. ليه؟ لانه بيجمع على ال 46 اللي هي الداتا الفعليه الفيلدز اللي قبل والفيلدز اللي بعد، فدول عددهم 18 بايت. ال 18 بايت اما حطوهم على اقل وحده، اقل سايز سوري اقل سايز للداتا اللي هو 46 يديني كام؟ 64 بايت. فبيقول لك لو جالي فريم على بعضه اقل من 64 بايت ده بيعتبر كوليجن فريجمنت، او له اسم تاني رانت فريم، ده بيعمل له ايه؟ ضربت، ده مش فريم مضروب، مش سليم، مش صح. طب والعكس، ايه العكس؟ الماكسيمم سايز للداتا كام؟ 1500. المجمع عليها الفيلدز اللي قبله واللي بعد خلاص تمام اللي هو كام؟ 1500 وكام؟ و18. لما يبقى اكبر من كده ده بيتقال عليه جامبو، افتكروا الجمبري جامبو او البيبي جانت فريم، ده فريم اكبر من اللزوم برضو، ده حاجه ايه مش طبيعيه، فبعمل له ايه؟ دروبت. ده اكتيفيتي. طيب
بيبتدي هنا يكلمني على ايه يا شباب؟ يبتدي يتكلم على حاجة مهمة جدا، ايه؟ النمبرنج سيستم. بيبتدي يعرض الارقام الديسيمال من 0 ل 15 والريبريزنتيشن الباينري بتاعها في صورة كام بت؟ 4 بت، والهكسا ديسيمال بتاعها. ليه الكلام ده؟ ليه محتاج الديسيمال والباينري والهكسا ديسيمال؟ تحديدا عشان ده المقدمة لينا ان احنا نتكلم عن الماك ادرس. الماك ادرس الريبريزنتيشن بتاع او سايزه اللي هو 6 بايت. 6 بايت دول يا جماعه مش زي الاي بي، اعدادهم طبعا اكبر، لان الاي بي فيرجن 4 كان كام بايت؟ 4 بايت. قلنا كل بايت من دول بياخد ارقام باينه من 0 لحد كام؟ 255، اللي هو كله 8 وحايد، من 8 صفار ل 8 وحايد. لكن الماك ادرس التمثيل بتاعه هيكسا هيكسا ديسيمال، فبالتالي لازم تبقى عارف ايه التحويلات دي. تمام، بيبتدي في السلايد الثانيه كاتب لك نفس الارقام، تمام، اللي هو من 0 لحد ال 15، وزود بعض الارقام الخاصه بالايه؟ بالاي بي هات، وجاب لك الباينري برزنتيشن بتاعها والهكس ديسمال بتاعها. بس المره دي حاطها لك في صوره كام؟ خد بالك مش 4 بت زي اللي فاتت، امال كام؟ 8 بت. ليه 8 وما زودناش عن كده؟ عشان عندي مرتبط ببايت، بايت بمثل الداتا بتاعتي في صوره بايت، مقسمهم ل 4 و4. فال 4 بت دول لهم الهكسا ديسمال بتاعهم الاولاني 0، وال 4 بت التانيين الهكسا ديسمال بتاعهم ايه؟ 0. نفس الكلام ال 4 بت اللي على الشمال 0، وال 4 بت دول ايه؟ 1، وهكذا. طيب ليه ده كله؟ عشان الماك ادرس قلنا كام بايت؟ 6 بايت. بيتقسموا ليه يا شباب؟ 3 بايت على الشمال و3 بايت على اليمين. ال 3 بايت اللي على الشمال اسمهم او يو اي، اختصار ليه؟ اورجانيزيشنالي يونيك ايدنتيفاير. يعني ايه الكلام ده؟ ده كود معين بيتمثل في الهكسا ديسيمال اللي هو احنا كنا بنتكلم عليه، الارقام ده اللي هو طبعا الهكسا ديسيمال معاك الارقام من 0 ل 9، وبعد كده من 10 ل 15 اي بي سي دي اي اف، تمام، اللي هو اكواد ديت زي دي كده، حلو. وبعدين بيتحط هنا الكود بتاع 00 مثلا 602 اف، ده يونيك لسيسكو، مفيش شركه تانية تاخده. يبقى كل ما هو هاردوير وبيتحرق عليه ماك ادرس، سواء بقى ان اي سي سويتش اي بورد، تمام، لازم التلاتة بايت اللي على الشمال الخاصين بشركة سيسكو يبقى ابتدوا بكام؟ بالتلاتة بايت ده او الكود ده اللي هو 00602 اف، ماشي يا شباب؟ طب والتلاتة بايت التانيين الكومباينيشنز المختلفة بقى، التلاتة بايت التانيين اللي هو بيمثلوا لي 24 بت، اللي هو بيمثلوا لي 6 هيكسا ديجيتس، زي مثلا 3 اي 07 بي 6 بي سي سوري، هو ده بقى اللي بيحدد ان ده ماك ادرس يونيك. طب ايه اللي بيخليه يونيك على مستوى العالم؟ ان دي حضرتك بتبقى اورجانيزيشن يونيك واحده، هي اللي بيطلب منها كل الشركات المصنعه على مستوى العالم، بتطلب ايه؟ كوتا او حصه لها، تمام، من المكان. فكده دي الضمانه ان انا الرقم ده يبقى يونيك. وزي ما اتفقنا ان 3 بايت اللي على الشمال لاي شركه بيبقوا ثابتين، تمام، وال 3 بايت اللي على اليمين دول هم دول اللي بيحصل فيهم ايه؟ تغيير. وهو ده اللي بيخلي لي الادرس بتاعي يبقى ايه؟ يونيك او مختلف، ما فيش منه اي حاجه لشركه تانية، وان هو يتكرر، تمام، خلاص كده. طيب ايه ده فريم بروسيسنج؟ يعني ايه فريم بروسيسنج؟ ازاي ما يجي لي الفريم اللي هو اتكلمنا عنه بالفيلدز بتاعته ديت؟ بيجي فين؟ احنا قلنا قبل كده ان السويتش هو اللي بيستقبل مين؟ الفريمات، هو اللي بيتعامل معاه، وما بيفهمش الا مين؟ الماكات. والماك ادرس سواء سورس او ديستنيشن بيبقى موجود فين؟ في الفريم. بص كده على الفيديو ده، الجهاز ده بيقول ايه؟ I need to send the information to H3، ده H1 ده اسم البي سي ده، وده H2 وده H3 وده H4 كلهم على لان واحده، اللي هو على طريق ايه؟ ومتوصلين بمين؟ سويتش واحد. عرفت منين انها لان؟ حبه بيسيهات وكيبلز ومتوصله بسويتش. طيب عاوز يبعت الداتا مين؟ لإتش 3. شكل الفريم بتاعه عامل ازاي؟ اهو هيعرضوا لي دلوقتي، نبص عليه. الديستنيشن ادرس طبعا، الديستنيشن ادرس اللي هو ماك سي 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 سي، والسورس ادرس السورس ماك ادرس ايز 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 ايز، وبقيه الداتا. ده كده الفريم. ايه اللي بيحصل؟ هيبعت الفريم ده للسويتش، هيبص على الماك ادرس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ نقف هنا وقف. ده السويتش ده بعت لكل الناس، وده منطقي. احنا مش قلنا فرق الهب عن السويتش قبل كده، ان السويتش از مو انتليجنت او مو سمارت، ما بيبعتش الداتا الا للجهاز اللي الماك ادرس بتاعته بكذا اللي هو بالرقم ده، امال بعت لكل ازاي؟ ما احنا قلنا ان السويتش في البدايه بياكت از هب، يعني بيبعت لمين؟ للناس كلها، لحد ما يكون ايه؟
التيبل اللي هو الكام تيبل، اللي هو كل بورده مربوطه باني ماك ادرس، كل بورد مربوط باني ماك ادرس، وهنشوف ده تفصيلا في خلال هذا الشهر. المهم بعت ده استقبل فريم وده استقبل فريم، رد كلهم قال لي this is mine، ده بتاعي. ليه؟ لان هو ده الماك ادرس ايه بتاع اللي هو الديستنيشن ادرس، وده مين السورس ادرس اللي كله ايه، ده this is not address to me، ده مش ليا، I shall ignore it، انا هاجنور الفريم ده. نفس الكلام حصل مع ده، ده مش الادرس بتاعي، I'll ignore it. ده المقصود بالفريم بروسيسنج، بمعنى ايه اللي يحصل لما فريم يوصل للسويتش وازاي بيعملوا بروسيسنج وبيبعتوا لمين للديستنيشن، ده اللي في الكلام ده. طيب الماك ادرس ده بقى عايز اعرفه، اعرفه ازاي؟ حاجه بسيطه قوي، لو حضرتك كتبت فتحت السي ام دي اللي هو الكوماند لاين انترفيس دلوقتي تمام، وكتبت فيه الامر ده لو اي بي كونفيج سلاش او، ايه اللي هيحصل؟ بص كده دور على كلمه مش هتلاقي ماك ادرس، امال مين؟ فيزيكال ادرس. ما احنا قلنا الماك ادرس هو مين؟ الفيزيكال ادرس، والاي بي ادرس هو مين؟ اللوجيكال ادرس. بص هتلاقي مكتوب ازاي، 00 هايفن شرطه 18 هايفن دي اي شرطه دي دي شرطه اي 7 شرطه بي 2 بي 2، هو ده مين؟ الفيزيكال ادرس. تمام، تقدر تجرب الكلام ده، تفتح الدوس وتقدر تعمله. طيب يا ترى هو ده الشكل الوحيد له؟ قال لك لا، ايه ده ايه ده، وفي منه اشكال كلهم سايزاتهم 6 بايت، لكن مره يخلي السيباريتو ما بين البايتس بهايفن زي ما شفنا في الامر ده، ومره تانية بيخليه بكولون، ومره تانية بيخليه بدوت. ده بسبب ايه؟ الاو اس الاوبريتنج سيستم، يعني على بعض الاوبريتنج سيستم، لو انت ويندوز مثلا بلاتفورم هيعرضوا لك هنا شايفين ايه هايفن، لو انت ماك ممكن يعرضوا لك كولون، لو انت مش عارف لينكس يعرضوا لك دوت. طب واحد يقول لك الدوت ده هيلخبطني، لان كده هقول هو ده اي بي ولا ماك، لا مش هيلخبطك، لان قلنا الاي بي فيرجن 4 ديسمال، اما الماك ادرس ها هو عباره عن هيكسا ديسمال. دي نقطه، والنقطه الثانيه ان هو بيفصل، بس احنا قلنا كام بايت السايز 6 بايت، بيحط نقطتين بيفصل كل بايتين عن بعض، يعني ده 2 بايت وده 2 بايت وده 2 بايت، يبقى كده كام؟ ال 6 بايت. لكن الثاني الدوت الثانيه بتفصل ايه؟ بايت بايت. تمام؟ يونيكاست ماك ادرس، فاكرين طبعا وسائل الكوميونيكيشنز المختلفه، عندنا يونيكاست برودكاست مالتي كاست. يونيكاست معناها ان انا عايز ابعت الداتا دي او الفريم بتاعي لجهاز واحد، مالتي كاست او مالتيبل كاست عاوز ابعت لاكتر من جهاز او جروب، واخر حاجه اللي هو البودكاست ابعت للناس كلها. طب احنا عاوزين نعرف ايه؟ ما احنا شفنا الكلام ده قبل كده وعارفين. لا، الهدف من هنا شكل الفريم بتاعي ازاي، بمعنى اصح شكل الماك ادرس سورس والديستنيشن ازاي. فبيديك في المثال ده او في الفيديو ده حاجه زي كده، ده جهاز اللي هو اتش 1 جوه لان، اللي هو ايه اللي عرفك؟ ادي سويتش ومجموعه ديفايسز، ده بي سي وده بي سي، ده سيرفر ده سيرفر. تمام، ايوه. طيب هنبص على الداتا، ده الداتا اللي هنا عند السورس بتاعي، ده مين؟ الاي بي بتاع السورس، وده مين؟ الماك بتاع السورس. عظيم، يبقى المفروض الفريم بتاعي في اليونيكاست فين؟ السورس ماك ادرس اهو، سورس ماك ادرس، الاقي مين؟ 0007E9. تمام، طب الديستنيشن هيبعت لاني جهاز، وعاوز يبعت للسيرفر ده، فحط الماك ادرس بتاع مين؟ السيرفر ده، بص اللي هو 0007E942، حطه فين؟ في الديستنيشن ماك. واضحه؟ وهنا طبعا ايه بقيه الداتا اللي هنشوفها فين؟ في اللايرز اللي بعد كده، اللي هو ان شاء الله النتورك لير، حط السورس اي بي بتاعه اللي هو ده، وحط الديستنيشن مين؟ اي بي. كده الداتا بقت كامله، هتوصل لمين؟ للتارجت بتاعها. بص I need to send this frame to the server. بعد ما حط السورس والديستنيشن ماك ادرس والسورس والديستنيشن اي بي ادرس، هيقدر يبعته مباشرة، مش هيبعت لايه؟ للكل. ده كده اسمه ايه؟ يونيكاست. طيب البودكاست انا عايز ابعت للناس كلها اللي عندي في شبكتي، واخد بالي معنى بودكاست للناس كلها اللي في نفس الشبكة، ما يرجعش بودكاست لنفسي، مش هبعت كمان لنفسي، ده انا السورس يا جماعة، فابعت للاذر كل الناس اللي ايه. طب شكل الفريم بتاعي بقى عامل ازاي؟ السورس هو انا، فنفس الكلام سواء ايه سورس ماك او سورس مين؟ اي بي. طب الديستنيشن اي بي والديستنيشن ماك ادرس، الديستنيشن ماك ادرس في حاله البودكاست بيبقى اخر ادرس في الشبكه. ايه اخر ادرس في الشبكه؟ لو بتكلم باينري كل واحد، لو بتكلم لان الهكسا ديسمال التمثيل بتاعه اسف الماك ادرس التمثيل بتاعه هكسا ديسمال، يبقى كله اف 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 اف، فاول ما الاقي على طول في الديستنيشن ماك افات كلها، كل الادرس بتاع افات، يبقى ده على طول معناه ايه؟ معناه ان ده انا بعمل بودكاست. يبقى دي ايه معلومه مهمه، ان لما الماك ادرس بتاعي كله افات يبقى ابعت الفريم ده لكل الناس. نبص كده على الفيديو ده،
I need to send the data to all hosts on the network. ابعت للسويتش وابعت الناس كلها. مفيش اوبشن زي الفيسبوك اللي هو الناس لما تيجي تبعت بوست وعايزه تاج لفريندس معينه ان انا اكتب هنا ايه، ابعت لي لاول ماك ادرس اللي هو سي 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 سي، تاني ماك ادرس بي 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 اف اف. ليه؟ لانه 6 بايت بس، فلازم تتوقع ان هو يبقى فيها ادرس واحد. فمعروف ان الادرس ده اللي هو محجوز مسبقا، ان اخر ادرس في الشبكه بتاعتي ماك ادرس اللي هو كله افات او كله واحد في الباينري ده، ابعت للكل. مش بحط ايه تاج لاحمد وعبير وسامية وابراهيم وعلي وكل الناس دي، ما بحطش كل واحد الادرس بتاعه او النيم بتاعه، هو ادرس واحد اللي هو كله افز معروف، ابعت للناس كلها. طيب مالتي كاست، طيب يا ترى في المالتي كاست معناها احنا فاهمين ان انا جروب اوف ديفايسز في اللام بتاعتي، يا ترى احط الادرس ده وده وده؟ لا، بيبقى في ادرس معين مربوط بالجروب دي، اما اكتبه هيبعت للديفايس ده والديفايس ده والديفايس ده وبس. فهنا السورس ماك ادرس بتاعي، السورس اي بي ادرس بتاعي، الديستنيشن اي بي، والماك ديستنيشن هو ده ما ببعت ليه الماك ده. اي ونت تو سنت تو ا جروب اوف نتورك او بيتبعت، خلاص هم دول بس اللي في الجروب، فهم دول اللي استقبلوا الفريم والباقي ايه ملوش دعوه بالكلام ده. هنقف في المحاضره دي وهنكمل ان شاء الله المره الجايه نتكلم على كمالة الشابتر ده سويتش فاندمنتالز. شكرا لحضرتك.